الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الحسنات يذهبن السيئات، صدق الله العلي العظيم. انظر إلى الشيعة، ماذا يقولون؟ يقولون إن من يزور الحسين تغفر ذنوبه، يعني ارتكب ذنبا ثم اذهب إلى زيارة سيد الشهداء، ثم ارتكب ذنبا ثم اذهب إلى زيارة الإمام الحسين، ثم ارتكب ذنبا ثم اذهب إلى الزيارة، لا يبقى عليك شيء من الذنوب. هذه خرافة، كلا ليست خرافة. نعم، نحن الشيعة نقول أن من يزور الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام تغفر ذنوبه. نعم نقول، ولا غرابة في ذلك. أين الغرابة؟ أين العجب؟ إذا كان أمر الغفران بيدك، أنت لست كريما، الكريم يغفر. وإذا كان أمر الغفران بيد الله عز وجل، الله كريم، نعم يغفر لمن يزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هو يغفر، هو كريم. ثم الله سبحانه وتعالى جعل أبوابا، فتح أبوابا للغفران، لماذا لا تستشكل على بقية أبواب الغفران؟
الاستغفار باب من أبواب الغفران أم لا؟ الاستغفار يعني ماذا؟ يعني أن تقول أستغفر الله وتنوي عدم العود إلى هذا الذنب، خلص الله يغفر أم لا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هناك لا تستشكل القضية، تصل إلى سيد الشهداء، وضعك يتلخبط، وضعك ينقلب. الاستغفار ليس عجيبا؟ ارتكب ذنبا ثم استغفر الله عز وجل، الله يغفر، وعد الله عز وجل في القرآن الكريم، ليس كلامي عن الشروط. نعم لكل شيء شرط، ولكن بالنتيجة الاستغفار باب للغفران أم لا؟ باب. هناك لا تعترف. بل الاستغفار من جهة أغرب، ذرف الدمع على سيد الشهداء عمل فعل، زيارة سيد الشهداء فعل عمل معين، الاستغفار قول. هذا أعجب. أنت لا تقبل أن يكون العمل موجبا لغفران الذنب، وتقبل أن يكون القول موجبا لغفران الذنب. الاستغفار ما هو؟ قول. أساسا الشفاعة ما هو معناها؟ ما الشفاعة؟ الشفاعة معناها أن الشخص يستحق نار جهنم، يعني ذنبه يجره إلى نار جهنم. شخص شافع يأتي يشفع له، يخرجه، يخلصه، لا يدخل في جهنم. هذا معنى الشفاعة، الشفاعة المذكورة في القرآن الكريم في آيات وآيات. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يوجد بعض الشفعاء اتخذ عند الرحمن عهدا. الشافع ماذا يصنع؟ الشفاعة ما عندها مشكلة، المشكلة في الإمام الحسين فقط صلوات الله عليه. أغرب من هذا، وأنت تقبل وكل المسلمين يقبلون، لا أحد يعترف، الله سبحانه وتعالى يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ليس فقط سيئته تغفر تمحى، بل مكان السيئة تكتب له حسنة لم يفعلها. هذا معنى الآية المباركة، يبدل الله سيئاتهم حسنات. هناك لا تعترف، لا تقول كيف يمكن، هذه خرافة. أما زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام فيها مشكلة. إن لم تكن هناك أبواب للغفران فتحها الله سبحانه وتعالى، إذن من يدخل إلى الجنة؟ فقط الأنبياء والأوصياء والمعصومون فقط. بقية الناس يلزم أن يشدوا حسب هذا المبنى، يلزم أن يشدوا رحالهم إلى جهنم. المشكلة مع سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، كل شيء صحيح، كيف يمكن أن تكون زيارة سيد الشهداء موجبة لغفران الذنب؟ عجيب، كل أبواب الغفران لا أشكال فيها، هذا الباب موجب للإشكال؟ نعم، زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام توجب غفران الذنب. شئت أم أبيت، القضية أصلا ليست مرتبطة بك، القضية عند الله عز وجل، هو فتح هذا الباب. لا علينا بهؤلاء، بعضهم جاهل قاصر يلزم أن يوجهه الإنسان طبعا، وبعضهم عنده مشكلة، من أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته، عنده مشكلة مع الحسين، لا علينا به.
كلامي مع الشيعي المؤمن الزائر لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. زيارة سيد الشهداء توجب غفران الذنب، نعم، ولكن أربع نقاط سريعة. أولا، في الأحاديث الشريفة الصحيحة بل المستفيضة بل المتواترة أن الله عز وجل يغفر لزائر الحسين عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. ما تقدم من ذنبه نفهمه، ما تأخر يعني ماذا؟ ما هو معنى هذه العبارة الواردة في الروايات الصحيحة بل المتواترة؟ لعل المعنى أن زائر سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام تحصل له حصانة من ارتكاب الذنوب. بعض الأعمال توجب حصانة تمنع الشخص من ارتكاب الذنب، تبعد الشخص عن ارتكاب الذنوب. الحج مما يوجب الحصانة، الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تمنع، الصلاة تحجب عن الفحشاء والمنكر. بعض الأعمال تمنع الإنسان من ارتكاب الذنوب. قد تقول البعض يذهب إلى زيارة سيد الشهداء بعد أن يعود يرتكب ذنوبا. أقول الصلاة أيضا هكذا. الآية تقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، البعض يصلي بعد الصلاة مباشرة يرتكب ذنبا، لا أقول بعد ساعات، أحيانا بعد الصلاة مباشرة. يحصل أم لا يحصل؟ يحصل لبعض المصلين. هناك ماذا تقول؟ كل الأمور التي تمنع هكذا، ما هو الجواب؟ الجواب الشخص الذي يلقي نفسه في البحر يغسل جسمه بالماء، جسمه يتبلل، صحيح أم لا؟ أما الشخص الذي لبس ملابس الغواصين ودخل إلى البحر، جسمه يتبلل؟ لا. جسمه يغسل؟ لا. هل هناك مشكلة في ماء البحر؟ لا، ماء البحر يغسل، ماء البحر يبلل. المشكلة في جسم هذا الشخص، جسمه مغطى بشيء يمنع من وصول الماء إليه. أحيانا جسمه ليس مغطى، بعض مناطق جسمه مغطى، جزء 10% 20% 50% من جسمه مغطى بشيء يمنع من وصول الماء. الصلاة هكذا، الصلاة بطبيعتها تمنع، تنهى، تنهى النهي المستقبلي بالنسبة إلى فعل لا يتصور فيه معنى إلا المنع. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني تمنع. بعض الناس قلبه مغطى لا يجعل الصلاة تؤثر في هذا القلب. بعض الناس قلبه ليس مغطى بكامله، جزء منه مغطى، جزء منه، الصلاة تؤثر، الصلاة تمنعه عن بعض الذنوب. الزيارة هكذا، الحج هكذا، زيارة سيد الشهداء قابلية المنع من الذنوب، أرضية المنع من الذنوب موجودة في زيارة سيد الشهداء. بعض الناس قلبه عنده مشكلة، إما القلب مغطى كليا لا يجعل الزيارة تؤثر أي أثر والعياذ بالله تعالى، أو مغطى جزئيا، الزيارة تمنعه من بعض الذنوب ولا تمنعه من بعض الذنوب، عنده مشكلة، هو عنده مشكلة. إخواني، أصلا المعادلة معادلة عقلائية قبل أن تكون المعادلة مذكورة في الروايات الشريفة، أصلا معادلة عقلائية.
زيارة سيد الشهداء يعني ماذا؟ يعني تقترب من سيد الشهداء. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مصدر الفضائل، ليس هو أهل من أهل الفضائل فقط، لا هو مصدر الفضائل. الإنسان الذي يقترب من مصدر الفضائل يبتعد عن الذنوب، طبعا يبتعد عن الذنوب، أصلا المعادلة معادلة عقلائية. الإنسان الذي يبتعد عن مصدر الرذائل يبتعد عن الذنوب، نعم يبتعد عن الذنوب. القضية قضية صنع عقلائية واضحة. الروايات الشريفة العديدة التي تبين أن ذكر الصلوات على محمد وآل محمد يطهر القلب. كيف هذا الذكر يطهر القلب؟ في الحديث الصحيح في الكافي الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف تذهب بالنفاق؟ كيف تبعد الإنسان عن الذنوب؟ هذا الذكر يجعلك تنشد شئت أم أبيت، خصوصا إذا الإنسان رفع صوته والإنشداد يكون أقوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه. يطهر القلب، طبعا يطهر القلب بمقدار ما توجد قابلية في هذا القلب، القلب يطهر. مثال آخر، مثال الأدوية، دواء، ثلاثة أدوية، خمسة أدوية لمرض معين، ترى دواء يؤثر 100%، دواء آخر يؤثر 80% في علاج المشكلة، دواء ثالث يؤثر 10%. الأدوية مختلفة، نفس الدواء تأثيره فيك 100%، تأثير هذا الدواء في شخص آخر 50%. الأعمال هكذا، صلاتي تختلف عن صلاة سلمان، زيارتي لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام تختلف عن زيارة ابن أبي عمير، الزيارة هي مختلفة، طريقة الزيارة، كيفية تعلق الإنسان بالإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في زيارته، درجة هذا التعلق، هذه كلها مؤثرة كتأثير الأدوية المختلفة. لا، زيارة معينة بدرجة معينة تؤثر فيك أثرا، تؤثر في غيرك أثرا أكثر أو أقل. القلب يختلف، الزيارة تختلف، القلب يختلف، الصلاة تختلف، القلب يختلف، طريقة الصلاة مختلفة، طريقة الزيارة مختلفة، طريقة الحج مختلفة، القلب أيضا مختلف، كما أن الدواء يختلف والجسم يختلف. الدواء أقوى وأضعف، الجسم قابليته أعلى أو أقل. الأعمال التي تؤثر في غفران الذنوب أيضا هكذا، في منع الإنسان من ارتكاب الذنوب أيضا هكذا. النقطة الثانية، زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام توجب غفران الذنب. نعم قطعا، قطعا ويقينا، أنا لا أقول قطعا ويقينا، عشرات الروايات الشريفة من المعصومين عليهم الصلاة والسلام توجب غفران الذنوب. نعم توجب غفران الذنوب. إذن فلنرتكب الذنوب؟ لا، الذنوب مع قطع النظر عن تأثيرها في القيامة، الذنوب أمور ضارة، ضررا، دققوا في العبارة، ضررا بالغا منعها الله سبحانه وتعالى. أنا مؤمن، أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى، كل مؤمن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا إلا لوجود ضرر كبير جدا فيه. لاحظوا إخواني، الضرر الصغير الله عز وجل ما حرم شيئا لأجله،
هناك أمور كثيرة مكروهات فيها أضرار. الأشياء التي حرمها الله عز وجل معنى التحريم أن هذه الأشياء فيها ضرر بالغ، ضرر شديد، ولذا حرمها الله سبحانه وتعالى. ذنبك غفر، في يوم القيامة يغفر ذنبك. ماذا تصنع بالأضرار إخواني؟ فرضا لو كان شرب السم غير محرما، كنت تشرب السم؟ لا، لأن السم فيه ضرر كبير قد يقتل الإنسان. من نظرة الضرر أنت لا تشرب السم حتى لو لم يكن محرما، صحيح؟ الذنوب هكذا، الذنوب الله عز وجل حرمها لأن فيها أضرارا كبيرة شديدة، مع قطع النظر عن أن هذا الذنب يغفر أو لا يغفر. حتى لو غفر، الأضرار ماذا تصنع بها؟ ثالثا، هذه النقطة أمر عليها بسرعة لأنني ذكرتها قبل فترة، الذنوب حتى الذنوب التي تغفر فيها آثار تكوينية، أضرار، وفيها جزاء دنيوي أحيانا. بعض الذنوب توجب ابتلاءك في الدنيا ابتلاء كبيرا حتى لو غفرت في يوم القيامة. بعض الذنوب العياذ بالله هذه أصعب، توجب ابتلاء الإنسان في البرزخ، وابتلاء الإنسان في البرزخ أكبر من كل بلايا الدنيا العياذ بالله تعالى. بعض الذنوب العياذ بالله تعالى هذا أشد أيضا، توجب ابتلاء الإنسان بأهوال يوم القيامة، هذه أصعب من كل بلايا الدنيا والبرزخ. الإنسان يرتكب الذنب، إن شاء الله ذنبه يغفر، حتى لو غفر هذه البلايا ماذا تصنع بها؟ ثم والعياذ بالله تعالى وهذا الأخطر، بعض الذنوب تسلب من الإنسان الأصل، ولاية أمير المؤمنين، ولاية السيد الشهداء العياذ بالله تعالى. خلاص يعني الشخص منتهي. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، هذا ماذا تصنع به؟ إذا الولاية سلبت ماذا يصنع الإنسان؟ عندنا نماذج أم لا؟ كم من النماذج تعرفون؟ من كان الزبير؟ من كان الشلمغاني؟ من كان علي بن أبي حمزة البطاني؟ شخصيات مرموقة جدا كانوا، 1، 2، 3 كم؟ تحدث مشكلة الشخص يفقد الأساس في الواقع. فيها كم من الأشخاص ذهبوا؟ الفطاحية كم أخذت من الناس؟ هؤلاء كانوا على الجادة، لأي ذنب، لأي عمل؟ العياذ بالله، الإنسان لا يعرف ما الذي أوجب انحرافهم بالمئات بالآلاف. إلى يومنا هذا البعض 60 سنة على الجادة، خلاص بعدين يذهب إلى طريق آخر، يذهب إلى طريق وحدة الموجود، ماذا تصنع به؟ ينحرف، ماذا تصنع به؟ إن شاء الله الذنب يغفر. نعم الذنب يغفر بشرط أن تبقى على الجادة. من قال لك أنك تبقى على الجادة؟ الاستخفاف بالذنوب، الاستهانة بالذنوب يا أخي شيء سيء. النقطة الأخيرة، مع قطع النظر عن كل هذا الكلام،
لنفرض أنه هذه الذنوب ما كان لها أي ضرر، فرضا لنفرض ما جعلت الإنسان يبتلي في الدنيا، ما جعلت الإنسان يبتلي في البرزخ، ما جعلت الإنسان يصاب بأهوال يوم القيامة، ما جعلت الإنسان ينحرف عن الجد، لنفرض يا أخي والله وبالله وتالله عيب على الشيعي على المؤمن يرتكب ذنب، عيب فشلة قبيح. أنت لا تقس نفسك بغيرك، الناس يرتكبون ذنبا الذنوب الكثيرة، لو ارتكب الناس كل الذنوب أنت عيب عليك ترتكب ذنبا صغيرا. أنت شيعي، شيعي يعني ماذا؟ شيعي يعني من شيعة علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لا يوجد في الخلق أطهر أنزه أنقى أنظف من أمير المؤمنين، أنت مرتبط به، أنت تحسب عليه، أنت ملابسك نظيفة، الملابس النظيفة أصغر قذارة أصغر وساخة تظهر، أنت إنسان نظيف، أنت مرتبط بمصدر النظافة بمصدر الطهارة بمصدر العصمة، لا أقول معصوم أقول مصدر العصمة. أنت ترتكب ذنبا عيب فشلة على ماذا؟ على شهوة، على نزوة، على غضب، لا أتمكن أن أضبط قوتي الغضبية، لا أتمكن أن أضبط شهواتي، هذا منطق يقوله شيعي؟ لا، عيب أمام الناس أنت ترتكب ذنبا. لا، أنا ارتكبت الذنب في داخل البيت، الناس ما رأوني، في يوم القيامة ماذا تصنع؟ يوم تبلى السرائر الناس ينظرون، إيه هذا الشيعي أيضا ارتكب ذنبا، عيب والله عيب. أصلاً أترك الناس جانباً، عيب أمام أمير المؤمنين، أنت من شيعة علي، عيب أمام صاحب الأمر أرواحنا فداه الذي يرى أعمالنا فشلة. شيعتهم محبوبين لهم، أهل البيت يحبون شيعتهم، يتألمون من ارتكاب شيعي ذنباً. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يخاطب الشيعة يقول معاشر الشيعة، لا يخاطب الآخرين، معاشر الشيعة كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، خطاب للشيعة، هو يصرح معاشر الشيعة، الرواية الشريفة مذكورة. التوقع من الشيعي غير، لأن ذنبي يغفر، نعم يغفر، شاء الناس أم أبوا، رضوا أم لم يرضوا، ليس مهما أصلا، الغفران بيد الله سبحانه وتعالى، الله يغفر، نعم يغفر، ولكن أنا عيب علي لأن الله عز وجل يغفر، إذن أنا أرتكب ذنبا وأنا شيعي. الشيعي مكانته سامية، على منابر من نور مبيضة وجوههم. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، في الروايات الصحيحة بل المتواترة حتى في مصادر العامة، المقصود من هذه الآية المباركة شيعة علي صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله يسميهم خير البرية، هذا الشخص يقول أنا أرتكب ذنبا ويغفر لي، لا المنطق مو صحيح. الخلاصة، من زار الحسين عليه الصلاة والسلام تغفر ذنوبه، نعم تغفر ذنوبه، نعم تغفر ذنوبه، 20 مرة قل، 100 مرة قل، نعم تغفر ذنوبه، ولكن أولا أضرار الذنوب، ثانيا الابتلاءات التي تتلو الذنوب، وأخطرها العياذ بالله الابتلاء في الدين، ثالثا عيب فشلة قبيح
غير مناسب، يؤثر في برستيج الشيعي، البرستيج الإلهي لا البرستيج الدنيوي. الشيعي له برستيج، له مكانة، له هيئة معينة، إذن بيؤثر. الإنسان في الدنيا لا يرضى أن يخدش برستيجه الذي يحسب لهذه الأمور حسابات، ملابسه، سيارته، داره، وجاهته. هذه وجاهة الشيعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة الحسين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة الحسين. اللهم بمحمد وآل محمد، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم ببركاتهم طهر قلوبنا من الذنوب، طهر أعمالنا من الذنوب، طهر نياتنا من الذنوب. اللهم بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.